شاهدتم في الحلقة السابقة من مسلسل لعبة الزمن. أمالة 70% ليا و 30% ليك. سلام الله. سلام السلام. ياك ولادي ما داروا والو. ربي نور. هذاك ما عندي. وإذا غلطوا ليش فق عليهم السلام راك. دخلنا عليهم. أراك تشوف فيها ما بغاش تنشر راني باغي ندير لها. هذه العقلية اللي ما نبغيهاش. قلت لك كي تكون عندنا صوفتي جبنا الماتريال الخشيط. بولو وين راه؟ كي وين راه؟ جيب لي كلب. اليوم راه جاي المدير اللي قلت لكم عليه هذا زمان. السلام عليكم. مرحبا بك سي المدير، تفضل. أوانسي سيداتي، السادة الكرام، مرحبا بكم. أنا السي عبد الناصر، المدير الجديد تاع الشركة. نقدم لكم بنتي كوثر اللي تكون زميلة معكم في الشركة. مرحبا بك. ما سلمك. ميرسي. بصفتي كقائد السفينة البق ما يزغطش. يزغار ولي يغلط يخلص. الدخول قبل 8 ما كانش. الدخول مور 8 ما كانش. سيتادير 8:00 اكزاكت. القهوة واللومجا في الشركة ما كانش. شوكولاتة، شيبس، شوينغوم ما كانش. العلاقات الغرامية والرومانسية كاين ما كانش. ما كانش يا جماعة. أيام وليالي عايش وحداني، وعدي خلاني مغبون مهاني. أيام وليالي عايش وحداني، وعدي خلاني مغبون مهاني. يا خويا رواح تشوف هذا الزمان المكشوف. يا خويا رواح تشوف هذا الزمان المكشوف. فيه الذهب المتحوف وفيه موديح الصوف. ثواني دقايق سوايع وسنين ضاعوا شبان في غياب الدين. ثواني دقايق سوايع وسنين ضاعوا شبان في غياب الدين. دنيا غرارة والزمان صعيب، والناس قباحة والقلوب حديد. دنيا غرارة وزمان صعيب،
والناس قباح حتى والقلوب حديد. كاين الزين يا وكاين الشين، الطف يا ربي يا رحمن يا رحيم. الشركة راهي مبنية عليكم، وراني مخصص منحة لكل فرد إذا كان الإنتاج يتضاعف. احتراماتي يا سيد المدير، الشركة راه فيها عدة نقائص، كيفاش بغيكم كاين إنتاج؟ سيدي المدير، بعض الآلات راهي عاطلة عن العمل منذ سنين، كيفاش نقدروا نطوروا الإنتاج والماكينات متعطلين؟ جيد جدا، وتدخل في محله، لازمنا نخدموا الماكينات باش نضاعفوا الإنتاج. لازم نسدوا الماكينات في أقرب وقت ممكن، لأن أزمة السكر راه في التزايد. نجيبوا تقني يسقدنا الماكينات. الماكينات أصلها إيطالي، وما كانش اللي يسقمهم من غير إيطاليين، هنا في بلادنا ما يعرفوا والو. لو كان جيتوا قاريين ومتقفين ما نتكلوش على الناس يجي إيطالياني يجي يخدم لنا صوالحنا، نخدموا الماكينات تاعنا ونزيدوا الإنتاج تاعنا. سيد المدير، الجزائر عمرها تخو من رجال، عمرها تخو من كفاءات، عندنا عدة كفاءات لا بأس بها في الجزائر، ولكن مع الأسف الباب مبلع في وجوههم. راهم ديال الكفاءات، انت باغي تقمر بماكينات تاع الملاير باش خلينا. عندك الصحة يا وليدي، عندك الصحة يا وليدي. من الآن فصاعدا غادي يتبدل النظام وسياسة العمل في الشركة، والأولوية في الشركة للكفاءات الشبانية. عندك الصح سي المدير، كفاءات الشبانية راك سمعوا. يلا انتهى الاجتماع. تا راك شعرك خمر بزاف، ويجي النهار اللي نقلع لك خمسك. اسمع سي جمال، مادامني نهضر في كلمة الحق ما يخلعني تا واحد، لا انت لا غيرك، والرزق على ربي. يا راه ليا بيناتنا ويا نايا انت في الشركة. واجدين خوتك من بكري واجدين. خوتي كيما خططنا، ما تزيدوا عليها ما تنقصوا. بصح انا نسيت الخطه اللي راك دير فيها. واش من الخطه هذي؟ انا بها حبسوك سنه السادسه، مانيش قاعد المخوش ترى فيه. ماشي هو اللي حبس، ياك رجليه طوالو في المدرسه ما صابش الطابله اللي تجي قده طردوه. اي بيريش، تبع خوتك وكما نقولو قول. يلا خوتي قلع. بسم الله. We'll be right back.
وين لي زامي؟ اخبارك مليح؟ اه الحمد لله مسلم. انا مع الخدمه. والله اذا ربحت شطيح ورديح الخدمه داير ريح. والله يا سي المدير لعيت ندخل ندير شويه تيك توك نبدا ساعه بساعه. حدلتونا بهذا العفن تاع تيك توك. اسمع هذه شركه ماشي صاله العراس. سمعت؟ ايوا اخدم. شوف يا صاحبتي ترى كيف يعاود اختي. نصيحتي ليك من القلب الصافي، مادام خطبك وركب لك الخاتم شرطي عليه ما يحبسكش من خدمتك، هذه هي باب رزقك. ورجال تاع دربك واعرين، قادر في اي لحظه يرميك في دربك وتولي لا راجل لا خدمه. شوفي نزيها اختي ما نكذبش عليك، هو ما راش حبني نخدم وانا ما رانيش عارفه اذا نحبس الخدمه ولا نفسخ خطوب. انا اللي نحبسكم الخدمه. على ربحت واحد يشتح لي في تيك توك وانتم تحكوا لي على حياتكم هنايا. يلا روح على خدمتها. السلام عليكم، انتم شكون؟ ام هاك البيطري حميدوس، مختص في الدراسة النفسية والسيكولوجية للماعز والأغنام. وأنا البيطري غنوم المتخصص في دراسة الأبقار، يعني نعرف الحالة النفسية نتاعها، نخدم بلا عشق وثيرابي، يعني نعرف البقرة لا رها موهنة ولا رها غارزة ولا فيها الفرطوط. وإحنا الحاج رها عندنا أزمة حليب، الحاج رها عندنا أزمة حليب. وانتوما معك البيطري بيرو ولد عمدي البيرو اللي قريت في دولة البيرو، مختص في تلقيح الحيوانات لتفاديهم الكوفيد المتحور. وأنا يا الباطري قاقوش، مختص في كل ما هو قاقي مثل زقزقات العصافير والدجاج والبطط. باطري يقصد بالباطري بالمعنى هو قاري أكثر منا، هو الفيلسوف تاع البياطرة كاع. ايوا مرحبا بكم، متشرفين بكم، زيدوا تفضلوا وسلموا. يا دكتور راهم بالغم ماشي شو خناف، راهم غير خناين. الحاج فريمو راك داير ديكا غير الخير. وين شت نتايا عجله مينور صافو دير قاصر تزوجها في هذا الوقت؟ نو سي با كوم سا. باش ما نوصلوش هي ما ديتش الحليب، نرى عندنا أزمة تاع حليب، خاصة البقرة حتى تكبر وتولي بقرة مرا قادرة على روحها وزوجها للعجل اللي هي تبغيه، لاخاطرش ماهاش دير اللي تبغيه. وهذا اليتيم يعطيه لنا ندوه معنا لدار الأيتام. وحنا الحاج ما نقدو نديرو معاك والو، ضروري خصك تلملنا شوية حليب في القرع ونديرو لهم التعيار، ومن بعدها عاد نقدو نديرو لهم الفاكسة. ما كاش مشكل، واه يعني موافق هذه. الحاج خاف ربي في هذا النعجات. كل الخير، علاش؟ على بالك راهم مقهورين بسيكولوجيا ونفسيا، هادو خاصك تديهم الاماكن السياحيه. شوف هادو مش كيما تاع بكري، هادو خاطيهم الجبل وخاطيهم الزنقه،
هذيك باكري مي كانت النعجه نعجه وكان الخروف هو مول الدار ونص. شتا هي دروك هذه اللي اختديها للرينيسانس الا اختديها للحرطون. ايوا هذه ما على باليش بيها. وزيد اولدي انا ماشي قاري، ركزتني حاجه في بالي وحاجه واحده اخرى غير ريستورو يعني خطر خطر قلشها الحاج الدجاج فراك توكله راه يضل برا ينقب، نعطيه الزرع نعطيه النخاله نعطيه الخبز اليابس. 2022 ومازال الدجاج تلقاه برا ينقب وتوكله في النخاله. سما انت هو اللي درت لنا الازمه نتاع الدجاج اللي راه غالي. يا ودي نعطيه الدراهم وخليه يمشي لروحه يشري اللي يبغى، بالك في خاطره الطاكوس وثاني فكي الكوس، بالك في خاطره الكباب وانت راسك غليظ كي الباب. سمعتني؟ اعطيه الدراهم وخليه يتقلش في لي ريستورو. ايوا هذه ما على باليش بيها. رانا هنايا، مهم اعطيني ربع الدجاجات نديهم معايا باش نهيئهم نفسيا كيفاش يريحوا في لي ريستورو. وقيل راك باغي تهرب. اه انا هرب الدوله جامي تهرب معها صح. اه دير والو انت تبقى على تما الفم غادي جاي جاي واك دير والو راه معايا الدوله تعرف لي. العقل الشعبي ضرب خوتي. هذا زعما ماشي باراج تاع دولة؟ دارت بيا لي زاد لي جرح الزمان وانا في حياتي شاكه دارت بيا ليا مهمومي في الدنيا قاسية كتراني يا لمحان وعلى ولادي دي وانا على همومي الصابرة لعبة الزمن متضادة معايا وانا مازال صامدة
يا مالها حياتي هادة وانا على همومي صابرة لعبات الزمن متعدة معايا وانا مازا صامدة دارت بيا ليا مهمومي في الدنيا قاسية زاد لي جرح الزمان وانا في حياتي شاقية دارت بيا ليا مهمومي في الدنيا قاسية كتراني المحان وعلى ولادي دي حياتي هكدا وانا على همومي صابرة لعبات الزمن مدار